الكفري شبيه عزيز. لقد اعتمدنا مقاربة ناجحة للتعامل مع القضايا الكبرى للبلاد ترتكز على العمل الجاد وروح المسؤولية داخليا وعلى الوضوح والطموح كمبادئ لسيادتنا الخارجية. وقد كان عملنا وما يزال مبنيا على هذه المبادئ مع الجميع وخاصة الإخوة داخل الفضاء المغاربي في تناقض خارق وغير معقول مع ما يجمع شعوبنا من أواصر الأخوة ووحدة الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك. هذا الواقع لا يتماشى مع الطموح الذي كان يحفز جيل التحرير والاستقلال إلى التحقيق. وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك نسألك يا الله يا ذا الجلال والإكرام والتفضل والإنعام أن تنصر مولانا أمير المؤمنين وحامي حلم ملة الدين جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره ولا تنصر عليه، اللهم وفقه للخير وأعنه عليه، اللهم اجعله لأنعمك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين، اللهم احفظه بما حفظت به السبع المثاني والقرآن العظيم، اللهم احفظه في ولي عهد المحبوب الأمير قولي الحسن وصيبه قولي رشيد وباقي أفراد الأسرة الملكية من الأمراء والأميرات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. علينا نعمة الأمن والإيمان والهدوء والسكينة والطمأنينة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لحرمة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.